كرة بالخطأ من هنا، ماذا تضيع جمعية عين مليلة؟ الإعادة حتى الهفوة الدفاعية كانت بطريقة ساذجة. شوف هنا كان مضربش الكرة المدافع بطريقة الكيفية اللازمة، حتى يعني كانت عرقلة. مطراني يحاول المرور عن طريق المراوغة، هي الكرة ناحية منصوري والتسديدة، ولكن كرة تروح مباشرة إلى 5 أمتار و50 أنصاره. كرة ممتازة لصالح الجمعية، والتسديدة ممتازة، كانت ملعوبة بشكل جيد. لاعب الأكثر مشاركة مع فريق جمعية عين مليلة قمرود محمد ب 1573 دقيقة. ركنية دائرية، والحارس أسامة لتيم. هيا الإعادة، شوف هنا الحارس أسامة لتيم. سي عمار يبحث عن طيبة، محمد طيبة يتمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح جمعية عين مليلة. هيا الإعادة، شاهدوا التمريرة، كرة على طبق على المقاس من صانع الألعاب سي عمار، كرتو على المقاس. محي يتمكن من هذه الكرة، يحاول المرور عن طريق المراوغة. محي وتسديد مباشرة في أحضان الحارس بولطيف عبد الرحمن. زكريا منصوري كرتو دائرية، مولودية وهران تتمكن من تعديل النتيجة هيا الإعادة. بن حمو في المتابعة بعد كرة رائعة من زكريا منصوري. مطراني يمرر من هناك ناحية مكاوي لصعد للمساندة الهجومية. مكاوي توزيعة ممتازة صعبة خطيرة، عبد الحفيظ يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية لصالح مولودية وهران. المولودية تقلب الطاولة مع بداية هذه المرحلة الثانية. هيا الإعادة، شوف هنا كيف تمكن عبد الحفيظ من تسجيل الإصابة الثانية في شباك الحارس بولطيف. زكريا منصوري في تنفيذ هذا الخطأ، زكريا منصوري، والحارس بولطيف في المكان المناسب. زكريا منصوري كرة ممتازة، ما فيش وضعية تسلل، والحارس بولطيف ينقذ الموقف. ها هي الإعادة، ما فيش وضعية تسلل. محي بالقدم اليمنى، ها هي الانطلاقة. مطرني يتمكن من مراوغة السلسلة من المراوغات، يتمكن من مراوغة مجموعة من المدافعين. يتم ممتازة من هناك، لكن ما فيش وضعية تسلل، ولكن كان الجميع يظن بانه هناك لمسه يد. وفي هذه الاثناء الحكم السيد، الحمد لله كما يقول لك كانت عندنا شويه لابريسيون تاع العقده تاعنا، في كناش عام صافي بوكو لونطو ما ربحناش، ومزيه الحمد لله هذه العقده فكيناها، وان شاء الله ماذا بينا كشغل هذا الماتش صرحنا به ثاني الجمهور تاعنا، نتاسفوا منها على المباراه تاع لاكوب، وان شاء الله ماذا بينا نزيدوا خير قدام. حنا نحوسوا بالك ان شاء الله نكونوا مع البوديوم تروا لوال ان شاء الله، وان شاء الله اللي فيها خير ربي يجيبها. نعاود نوليو ونربحوا، الحمد لله اللي ربحنا وفرحنا لي سيبورتار تاعنا. واش راح نقول لك، احنا بريمير ميتو ما عرفناش رواحنا كاع، ما هضرنا باللي ميتو ديسيدينا باللي نربحوا الماتش هذا، والحمد لله اللي وفقنا ربي وربحنا. واش راح نقول لهم، انا الانصار تاعنا نقول لهم انتوما كي تعاونونا نربحوا، كي يكونوا غضبانين علينا سي نورمال ما نكونوش ملاح. الحمد لله راك تشوف بريمير ميتو ما كانوش واقفين معانا، خسرنا كنا خاسرين. دوزيام ميتو كي وقفوا معانا الحمد لله راك تشوف الريزيطا. المباراة بصفة عامة كانت فيها شوطين، شوط أول وين الفريق ما دخلوش مليح في المباراة، بعد إقصاء تاع كأس الجمهورية اللاعبين هذوك اللي سيكال تاع المباراة قاعدين توجور لاصقة فيهم، بيسكو هما كانوا دايرين أوتو كو جوار، هما كانوا دايرين كوم أوبجيكتيف، لكن خيبة الأمل تاعهم كانت كبيرة. وينون با افالي هذا الاقصاء هذا، بالرغم من النتيجه اللي حققناها في شباب قسنطينه، وين اللاعبين كانوا مشكورين على كل حال على الاداء تاعهم وعلى النتيجه اللي عدنا بها وكنا قاعدين نعودوا بالفوز. اليوم جات مباراه اخرى داخل الديار في ملعب صافي لونطون ما فزناش في بعد اللقاء تاع مقرا، كان عندهم شويه عقده نفسيه في المباراه هذه، وخايفين من ديجا من التعثرات اللي مقبل،
ومن المباراة اللي عندها أهمية كبيرة اليوم وحساسة في وقت حرج في وقت صعيب. المقابلة كما نقول لك ما دخلناهاش كما ينبغي. شوط أول دنا فرص لكن ما زدناش فرصة هذه. شفنا الشوط الأول ثاني وين عاملين في لقطة مباغتة سجل هدف الأول واللاعبين حسيناهم باللي فقدوا بزاف من التركيز تاع الشوط الأول. خلاص الشوط الأول دخلوا في الفيسيا كان الشوط تاع كيقول لك الشوط تاع المدربين وين اوناي سي دو موتيفي لي جوار ونردوهم للمباراة. وشفنا عدة درنا دي زيكزوم تاع دي زيكيب مؤخرا شاف عامل لا في الثوره وين الثوره سجل عليه هدف في 74 ثم عرفوا كيفاش يعودوا في النتيجه. اون اسي دو تروفي لي مو جوست باش ندعموا بهم ونحفزوا بهم اللاعبين تاعنا. ودنا كوليكتيف شفنا كيفاش الشوط الثاني كيفاش اللاعبين دخلوا بكل عزيمه ودرنا بريسينغ او وحتى اللي سجلنا الهدف الاول ثم جاء الهدف الثاني جوست بعدها عطيت توجور لو بريسينغ اي لا فولونتي تاع اللاعبين. اليوم الشوط الثاني كيفاش حبوا يفوزوا بالمباراه وداروا كل شيء باش يفوزوا المباراه. وكانت المباراه لو سجلنا كل الاهداف كل الفرص اللي اتاحنا كنا قادرين السكور يكون اكثر من 3 اهداف. لكن الحمد لله 3 نقاط ثمينه دعمنا ان شاء الله في الترتيب ونقعدوا توجور نحاولوا باش نحققوا الهدف الاول هو لو مانتي لو بلو فيت بوسيبل ثم لما لا لعب الادوار الاولى او لو بوديوم بوركوا با بيسكو عندنا فريق شفناه اليوم من رغم النقائص اللي كانت خاصه كيما مصمودي ولا لاكرا ديرنيرمون والاون اي كابور دو جوار نوفو في وسط الميدان عمرهم ما لعبوا مع بعض. لاكرا انا بوتيش مع بن عماره شفنا وسط الميدان كان خلل في وسط الميدان في البدايه ثم اون اي سي دو ريكتيفي بالبلاسمون جوست بالبلاسمون تاع بيسكو لو ميم افكتيف دوزيام دخل اون اي سي دو ريكتيفي جوست في لي بوز كيفاش يكونوا في التموقع تاعهم. والحمد لله التمركز تاعهم كان في الشوط الثاني احسن وعرفنا كيفاش سجلوا 3 اهداف وانا قادر نسجلوا اكثر الحمد لله. 3 نقاط هذه ثمينه وتخلينا نتنفسوا شويه. قلنا لهم فوتبول هذا هو اون جو بور غاني سي اون غان با اون ابرون ما تربحش تتعلم. تعلمنا من الاخطاء تاعنا تاع بوفاريك اون اي سي دو ريكتيفي قلنا لنا نشوفوا الامام ما نشوفوش اللور غادي يكون قعدوا ولا غادي نقعدوا باتيني في بلاصتنا. كره القدم هذه هي فيها تعثرات فيها انتصارات فيها هزائم يفوا اكسبتي لا رياليتي اوتو كوستاف اوتو كو تكنيسيا ودا نعرفوا بلي هذه كره القدم فيه تعثرات. شفنا لو بارسا لو ريال نمدوا دي زيكزومبل تاع المستوى العالي مع مت اليميناو سوا لو ريال مع مت اليميناو ايكيب دوزيام ديفيزيون لو بارسا ايكيب تروزيام ديفيزيون في لاكوب تاعهم. دونك اون تروفي هاد الاشياء هذه باش نحفزوا بها اللاعبين تاعنا بلي كره القدم هذه خاصه في الكاس. وتم فيه كلام كثير وبعد الاقصاء قعدنا في قلنا ميني ستاج ما رجعناش لوهران هذا اللي خلى اللاعبين توجور يقعدوا مركزين وبعدناهم على الضغط هذا السلور تاعنا. تحملنا كل الضغوطات تو لي كريتيك اون سيبي لي كريتيك معليش ما كاش حتى اشكال اون لا بلو ميتي تاعنا هذا هو. حنا ايسينا باش نخرجوا اللاعبين من هذه باسكو هما اللي غادي يلعبوا في الميدان هما اللي عندهم التحدي وهما اللي رفعوا التحدي اليوم وفازوا كما عادوا بالنتيجه في قسنطينه. راهم مشكورين ان شاء الله نتمناو باش يواصلوا على نفس الوسيله على نفس الاطار ان شاء الله في المقابلات اللي جايه باسكو المقابله اليوم ربحنا سي بون فو بي لو ماتش فو كيما قلت لكم يفو بونسي توجور لافونير لي راه البروشان ما شاء الله كوت مدينه العاصمه كي تكون في مقابله تاع كاس. ديجا اليوم شفنا كاين لاعبين شفناهم في بوفاريك كان قادر يكون ماتش اخر ونلعبوهم ويديروا مقابله كبيره ونحتفظوا بهم كما كانوا قادرين ما يكونوش في الجور تاعهم. لكن في المباراه هذه كانت مباراه وكان عندنا 2 لاعبين في اللاكس اللي ما لعبوش هما سباح عابدين ومصمودي كانت ضربه قاسيه. ثاني الجوار ناجي ابري 5 مينوت دو جو خرج وشفنا كيفاش الدخول تاعه اون راتي 2 اوكازيونات في لاكوب دالجيري كنا قادرين نسجلوا هنا الاول اوائل لا سورتي تاعه شويه اطرد من جانب المعنوي على اللاعبين. وشفنا ثاني في اللقاء تاع الكاس حتى لو كانوا هادو اللاعبين هادو كانوا قادرين يمدوا نفس المستوى وكانوا قادرين ينهزموا كنا قادرين نخسروا اللاعبين والمباراه. دونك بالك خسرنا لقاء بصح ربحنا لاعبين في المباراه اللي جايين كيما لو غارديا لي تيم ولا معزوزي ولا كنا قادرين نديروا لي تيم ويتسجل جهه اهداف ولا معزوزي يلعب في قسنطينه وكان يكون العكس كنا قادرين نخسروا لي غارديان نخسروا لاعبين. دونك مباراه ما تحكمش على بطوله ما تحكمش على عده مقابلات. المقابله هذه كانت عندها خصوصيات انهزمنا فيها درنا اخطاء ولا ما درناش المهم سي لافونير هو لو بليز امبورطون. صح لوبجيكتيف قلنا لو ماتي لو بلو فيت بوسيبل لو كونت دي بوان ما تقدرش دير لو كونت باسكو على شاك فوا نحسبوا نديروا لو كونت يخرج فوق. دونك حنايا اون ايسي دو جوي دو كوشي نيغول نلعبوا ماتش بار ماتش
كل ماتش عنده خصوصيات. تشوف البروشان ماتش عندنا ديبلاسمون المولدية العاصمة، ثم نسوى صورة عندنا دو ديبلاسمون ثاني البارادو ليزما. شوف هذا الثاني يعني انوتر فيراج، الفيراج الاول اللي خرجنا منه بعد هاد لي كات ماتش هادو الحمد لله خرجنا بحصيله تاع النقاط مليحه ايجابيه. دونك قادنا هاد كات ماتش اللي بقاو هادو الاخرين ان شاء الله ونسيم بعد نديروا بين عندنا نجتمعوا بيناتنا ان شاء الله مع الاستاف مع اللاعبين وكاع ونحدوا لي كات ماتش هادو كيفاش نسيروهم كيفاش يكون لوبجيكتيف تاعهم ان شاء الله. والا فتنا هاد الفيراج هذا بحصيلة جيدة وبنقاط في المستوى نقدر نقول لك باللي غادي نروحوا بعيد ان شاء الله. شوف ونقارن الموسم هذا بالموسم اللي فات، غير جيست بالموسم اللي فات 19 جورني شوفوا النقاط تاع الموسم الماضي وين كانوا والنقاط ونديروا ديفرون ونشوفوا شكون. حنا ما رناش نقيسوا لي فلور ولا، مي حنا ما نحبسوش انا في فاتويت، نتمنوا ان شاء الله باش نروحوا ابعد وان شاء الله. حنا المهمه تاعنا هذه مدونا مهمه تاعنا بالشريف وعندنا بن يعقوب سباح وكاين بن عبد الله تاع لي غارديا، كاين جمال بيكاجا تاع البريباراتور فيزيك، كاين الستاف ميديكال، كاين تاع العتاد، كاين كاع الناس راهم متحدين. دي فوا كيما تكونش ريزلتا نتكاتفوا حنا بيناتنا واحد يطلع المورال واحد باش نزيدوا لقدام، ما نقعدوش نحبسوا في بلاصتنا هذيك. وحنا نعرفوا بلي كرة القدم هذه فتنا دي سيتياسيون بير، ضيعنا كأس افريقيا هنا في زابانا وكانت باقي لنا موراها بطولة، كانت باقي لنا موراها شعار من المقابلة وعرفنا كيفاش نتحدوا هذوك الصعاب ووعدنا فسمو ودينا بطولة موراها ودينا كؤوس وكاع. مي نتمنى ب 96 الان فيه لاقي نراجعوا حساباتنا اوتو كو سكان تاع وهران دي زونسيان جوار تاع مولدية كيف كيما نقول لك محبين تاع الفريق هذا، لاقي نراجعوا نفوسنا حنا اولا والناس اللي راه باغيين الخير الفريق هذا. لا حنا ماشي ملعب ما كانش اشكال نروحوا ويجوا هذوك اللي من 96 حتى دروك يعاودوا يولوا اللور غير بالك عاودوا يدوك اش حاجه جو بونس با. التاريخ راه يعيد نفسه، لا نلقوا حل. الحل ماهوش مدية وهران ب 28 نقطه رانا نفتخروا بها بالسيزيام ولا السيتيام بلاص، سي با لا بلاص تاع مدية وهران، بلاص مدية وهران رانا نزاحموا في فرق كبيره. شوفوا اللاعبين اللي مروا في الفريق هذو اللي راهم يلعبوا في الفرق الاخرى ولا مثل لو بوجور تاع الفرق الاخرى. مي هذه هي مدية وهران خزان تاع الفرق. انا نخدموا الحمد لله ونسي ان شاء الله باش ماشي نتكلموا باسكو فزنا نقدروا كنا نديروا تعثر ولا نتكلموا باسكو النتيجه راهي باينه. كوب دالجيري خسرناها كنا متمنينها كما كاع كانوا من الناس متمنينها، ما كانش ما نعيشوش بالباسي، كاين لافينر قدامنا ان شاء الله ونتمنوا الخير للفريق بينا ولا بلا بينا. حنا بينا رانا نخدموا بلا بينا، حنا كنا مناصرين نجوا ونصفقوا عمرنا ما درنا نش في اي سمو. بسم الله الرحمن الرحيم، اني ما يخفى لكمش اني دخلنا المقابله بنيه باش نعودوا بنتيجه ايجابيه، خاصه اني بعد التعادل الاخير داخل الديار. انا نظن اني قدمنا شوط اول ممتاز وان كنا قادرين نسجلوا فيه على الاقل 3 اهداف نظرا للفرص الكثيره اللي خلقناها والتحكم ايضا في الكره. نظن أن الشوط الثاني كان فيه ارتباك خاصة أني بعد تسجيل الهدف الأول على إثر كرة ثابتة. نظن أن اللاعبين لما قدموا شوط أول ممتاز حتى بعد التعادل أني كانوا حابين يسجلوا الهدف الثاني. نظن أني تلقينا هدف ثاني إثر مرتدة، وبعدين أني نظن أني الهدف الثالث أني جاء بعد إنجاز فردي تاع اللاعب مطراني. نظن أني حتى التعب أني نال من اللاعبين تاعنا خاصة للسفرية اللي عملنا 12 ساعة يوم الخميس يعني باش لحقنا لمدينة شلف، يعني شفناه جالين يعني في الشوط الثاني. راح نشوفوا أيضا راح نتكلموا مع المسيرين خاصة أني عندي دورة تكوينية أني بعد في هذه الأيام إن شاء الله لخارج الوطن باش إن شاء الله ممكن نغادر هذا الأسبوع الفريق نظرا للالتزامات يعني تكوينية خارج الوطن. الحمد لله يا ربي وشتو كانت مباراة صعبة ستو بريمير ميطون ما دخلناش كاع في الماتش. دوزيام ميطون كي دخلنا الفيستا زادو موتيفاونا لي زونترينور الحمد لله يا ربي وشتو دخلنا دوزيام ميطون شغل ايكيب واحدة أخرى كاع. فوز تامين ويقربنا من الاخر من المانتيا باش نكونوا نلعبوا اليز الحمد لله يا ربي. وشتو كانت مباراة ماشي سهلة وجبناها بالاخر بالتضامن اللي جوار وكنا كاع خاوة الحمد لله يا ربي. التعادل جاء بعد كرة ثابتة من منصوري كما يقولوا كانت حطيتها في راس بن حمو، شنو أداء مغاير ثاني تاع منصوري في الشوط الثاني؟ الحمد لله ماشي غير مني كاع اللي جوار كاع شغل كاع النيفو تاعهم دوزيام ميطو تبدل كاع بارابول بريمير ميطو.
لا باس تاعي عاونت الفريق وكاع ليبي تاع مطراني تاع حافظ كاع عاونوا الفريق والحمد لله احنا فريق واحد ونتعاونوا بيناتنا باش نحققوا نتيجه ونكونوا في البوديوم ان شاء الله هذا العام ان شاء الله. فكيتوا العقده بدون شك المباريات المقبله غتدخلوها باراده كبيره خاصه عندنا مباراه مهمه امام مولود الجزائر. واش تو ديجا كانت عندنا كان يقول لك عندنا عقده هنايا الحمد لله فكيناها وما كانش عقده هنا في الاخر ما مشات لناش في البداية ودوك عندنا ماتش امبورطون مع لمسيه بريباري ولا مليحه السمانه ان شاء الله باش نروحوا نجيو نديروا نتيجه ان شاء الله عندهم ان شاء الله. الحمد لله نشكر الانصار ونقول لهم يزيدوا يعاونونا باسكو بلا بهم حنا ما نديروا والو هذا ما كانوا لازم نفرحوهم ان شاء الله هذا العام وام كلاسيو مع الثلاثه الاولى ان شاء الله يا مرحبا الحمد لله